عاملين ايه؟ انا ساره وانا مها من قناه منصوره ريفيوز. بصوا بقى يا جماعه، احنا النهارده نزلنا بدري وقلنا نشوف اي مكان كده نفطر فيه، فلقينا الراتب الشامي، قلنا ندخل كده عنده نشوف ايه الحاجات اللي تنفع للفطار. كده عاملين حاجات للفطار يعني. لسه هنجربه لاول مره يعني. يلا تعالوا ما نشوف عشان نقول لكم ينفع الفطار ولا. يلا بينا. بصوا يا جماعه، المكان تحفه قوي بس هو فاضي طبعا عشان احنا جايين الصبح. وبعدين خفيفه. لا كل كم تقول بس السكاكين مش حلوه.
لا انا اقول لك ايه المشكله. اه هو صوته ده اللي بيزعل. الكراسي واطيه قوي على مش حاسه بينا احنا. هنا فعلا مش عامله يعني. جيت هقتلك مش هقتلك. بص تحبوا بقى نكمل المواضيع اللي كنا بنتكلم فيها قبل اللايف؟ انا مش عامله حاجه عليها. انا كنت مستصغراها في الاول. الحمد لله انا كبيرة قوي يا جماعه. اللي يشوفها يقول صغيره قوي. بس هي وطفله. اه هي حلوه قوي الفرق. احنا احتياجي الفطار بصراحه احسن من لو كنا فطرنا كله طعمها حاجات كده. نفطرنا دايما. لا 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 احنا كل مره بنروح نفطر لكم. اي يوم الصبح عايز تنزل كلمني وانا انزل معاكم. وننزل الاسبوع الجاي ان شاء الله. ثلاث ايام قبل النشفه. لا احنا في حد هناك شفتك قوي. ما احنا بنشوف حد يا حبيبتي. اتفرجي يا اميره بقى. شوف انا بصحى كل التحديات بائسه بائسه جميله. شفت الفات جدا. شوف اللي بعده لسه في واحد تاني. صحتها ايه؟ يا ستي انت كنت بتكتبيش. مش مشكلتي. هو انت بتنزل الفيديو لسه مش عارفين على حسب دوره. عشان عندنا بنات كتير كتير. عشان برضو هم لو شافوا الفيديو ان شاء الله يغيروا من نفسهم ويطوروا من نفسهم عشان يصوم احسن. لان كل حاجه حلوه في المكان فلازم كل حاجه تكون فريش. بالظبط كده. شكرا. احنا ما قلناش. احنا قلنا مكان هو اصلا معروف يعني. حاولوا بقى ما تنسوش يا جماعه تحطوا لنا لايك وكومنت وفعلوا الجرس عشان اي فيديو ننزله. هنشوف بس ما هتدفع النهارده. احنا التحدي لونا مالي 132 قرش. مناقيش الشيش 27. مناقيش الرومي 23. مناقيش الباسترما 23. شوف انت بتقلدني في حسابي. انا وانت المناقيش بتاعتنا نفس السعر. انت بتقلديني يا سوسو. يا سوسو قولي 10 مثلا.